الملعب بمعنويات كبيرة. إذن تنطلق صافرة حكم المباراة، تنطلق هذه المباراة، وتقبلوا تحياتي محبكم سعد يحيى. دارة والدوارة دائما ما تتحول، مليئة بالتحولات والمفاجآت. الآن توابا يسدد كرة، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. عليهم عليهم عليهم, عليهم على المرمى، يريدون أن يعودون بالاتحاد. الله على رأسية فهد المولد، الله على كرة من الفهد اللي في أصعب الظروف يتواجد. الآن الكرة لمصلحة التعاون، تأتي التسديدة من جانب كوميز، الكرة ذهبت بهذه الصورة إلى خارج أرضية الملعب للمباراة. الآن الكرة في الجهة اليسرى الآن لمصلحة فريق التعاون، في محاولة تأتي الكرة وتأتي الرأسية، وأيضا يأتي التصدي، يأتي التصدي من جانب الحارس فواز القرني، من جانب ساندرو مانويل. الكرة بتتخلص من جانب ساندرو مانويل، العميد يضغط، العميد يحاول، بيريغوفيتش راسية، الكرة في أحضان الحارس كاسيو لمصلحة فريق التعاون. كرة ملعوبة عالية وللأمام، هل تأتي الصافرة الآن أم نشاهد هجمة أخيرة؟ أم نشاهد هجمة أخيرة؟ وبالفعل في هذه اللحظات يطلق الحكم الأوزبكي رافشان إرماتوف صافرة معلنا عن انتهاء شوط المباراة الثاني، والمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.